السلام عليكم. اليوم أيها الإخوان والأخوات، غادي نشوفوا شوية تاريخ المغرب في عهد القرن 19. غادي نشوفوا بأن المغرب في وقت الحماية تقسم إلى مناطق عديدة. الأول إسبانيا خدات كاع الريف، كما تشوفوا هنايا الحدود ديال الحماية الإسبانية. هذه المنطقة كانت تحت حماية فرنسا، وهنا تشوفوا بأن حتى إفني كانت تحت الحماية ديال إسبانيا. وغادي نهضروا من بعد على الصحراء، الصحراء اللي تيقولوا لها الغربية، يعني الصحراء المغربية، كانت ثاني تحت الحماية ديال إسبانيا. وما غاديش نرجع بعيد، لأن حتى موريتانيا كانت مغربية، لكن اليوم غادي نهضروا غير على المغرب والجزائر. فوقع واحد الحدث كبير في عام 1923 هنا في أجدير، اللي كان فيها عبد الكريم الخطابي، كان المدينة ديال العاصمة ديالو. كان عبد الكريم الخطابي كان الأول تغلب على إسبانيا، من بعد تغلبوا عليه، ومن بغى يخرج من الريف ما قدمش راسه لإسبانيا، قدم راسه لفرنسا، لأن ما كانش يثق في الصبنيول. شتا وقع في ذاك الوقت؟ الريافة اللي كانوا حاربوا معاه حتى هما ما تاقوش الصبنيول، وبقاو تيمشيو المناطق اللي كانت تحت الحماية الفرنسية، فاس، تازة، وخاصة وجدة. ومن لحقوا الوجدة إلى لقاو الخدمة غادي تيبقاو في هذه المناطق، ولا ما لقاوش تيمشيو للمدن أخرى. في ذاك الوقت في عام العشرينات، فرنسا المغرب في هذه المنطقة كانت في حماية فرنسية، لكن الجزائر كانت مستعمرة من طرف فرنسا كذلك. إذن هنا ما بين وجدة وتلمسان ما كانتش الحدود، كان الناس تيمشيو ويجيو في النهار، يمشي في النهار يخدم في تلمسان ويرجع لوجدة في العشية. وبقاو الريافة اللي جايين من هنا ماشيين ماشيين ماشيين، حتى ولاو كاع هاد الجهة فيها الريافة بزاف، تقريبا 500,000 واحد اللي لحقوا لهاد المنطقة. واللي غادي يوقع مثلا من بعد في 75 غادي يبين بان بزاف ديال المغاربه تعيشوا في هذه المنطقه. نزيدوا على كذلك، الى بغينا نمشيو ثاني نشوفوا في مناطق الصحراء، غادي نشوفوا بان حنا ملي كنا صغار كانوا تيقرونا في المدرسه بان هذه المناطق ديال كولومب الشهر كانت مغربيه، كانت مغربية، لكن فرنسا كانت تعتبر الجزائر كمنطقة إلى الأبد، أما المغرب كان غير حماية. إذن كانت تتوسع في المناطق ديال الجزائر. داير إلى شفتوا هنايا كانوا تيسموا هذه المناطق، هي مشي مغربية مشي جزائرية، تيسموها لي كونفان الجيرو ماروكان، يعني المناطق اللي جزائريه ومغربيه، لان هي كانت في الاصل مناطق مغربيه، والفرنسا كانت باغيه توسع بزاف الجزائر، تكبرها لانها منطقه فرنسيه. على نعطيكم مثال، شوفوا وهران، مناطق وهران كانت ان ديبارتمون فرونسي، كانت منطقه جهويه فرنسيه. الجهه الثانيه كانت هي الجزائر العاصمه، الجهه الثالثه كانت قسنطينه، والجهه الرابعه هي الصحراء. اذن هذا التاريخ تفهم لنا المشاكل اللي كاين اليوم مثلا ما بين المغرب والجزائر. نشوفوا الاصل ديالها تاريخي، وهذا اللي خاص يجعل ان المغرب والجزائر يتفاهموا على هذه المناطق ديال الحدود والمشاكل اللي فيها.